السلام عليكم اخوتي. خالي طاحت عليه واحد المقلب، واحد فكره جهنميه. قولها لي كوز جالس غير مع راسو يطلع عليه واحد فكره وانا صراحه على عبد الرحيم قال لي انت كاين نكونوا جالسين انا عبد الرحيم خالتي هي في الكوزينه هي في الكوزينه بحال اللي غنطايفو انا عبد الرحيم على بنت فهمتي بحال اللي هو شي بنت بقاو انا وياه كنطايفو غنربلوه هادشي الوالده تقول لي مالكم كطايفو نقول لها على بنت انا كنبغيها وتا هو كيبغيها والوالده عارفه ان ما غنطايفوش انا وخالد عليها بنت تنشوفوا رده الفعل ديالها المهم انتم وخالد انت والله ما راجع ما بسقش عليه والله يزيني انت ما راجع راه شي نهار ما تبعها ما بسقش عليه والله كنت كتجيني ولد خالتي ما بسقش غوت انا كنقول راه ما كنبغيش ولد خالتي اخويا حتى المره معاه بسقش عليه بضاعه انا كنقول لك انا كتبرى منك خويا مزيان ما كتبرى منك انت اخويا شي راجل انا كنقول خويا ما بسقش عليه بهضره هاد السيده امي راه ماشي راجل شو على الهضره كي دايره يلاه سير صاحبي حالك بنادم انا كنتبرى منك كون ما كانش هذا ولد خالتي راك شتي شي لعيبه امي بسق عليا شكون كنت خالتي صاحبي ما يهديك اصاحبي كون دابا كون صافا امي قول لي امشي غير واش ما نضحكش غيرهاش بغيرها قول لي معاها تبقى راه صدق على هادي امي على الدايه يلاه كي طايب معايا على بنت يلاه علاه علاه شوفي هاد السيد ماشي راجل جا ليا بنت كتقول شي هضره ما كاينه جا كيحماق عليا انا هاد السيد امي داك البنت امي انت اللي عارفه اللي قالت لك شنو شنو هاد السيد هذا اللي كنقولو ولد خالتي بحال خويا داخل جاب دمرته باش كيدوي معاه شحال الهضره كي دايره والله ما دويت والله يزيني كيدوي معاه لقيتو مساجد قال لك كيدوي معاه هكا كيشاطي معاه هذا ما نذبحو الله ينعل والديكم الله ينعل الاصفر شحال الهضره هذا راه غنذبحو امي جيب الماء جيب الماء تغيش امي ضربت راه امي غير ضاحك الله الا غير مقلب نقول لك اش غنخش ندير هاد المقاهي غير ضاحك صافي خاصني مرض تنضحك امي غير ضاحكي معايا انت شوفي الفيديو هات هاد الفيديو خاصي صافي غير ضاحكي صافي ميمكن صراحه دار واحد الوالده وفاقت مسكينه شو انا خوتي كيولي اسمو شنو ماك دغيا كنظنك شو خوتي كيولي اسم هنايا الوالد شبعت فيا قتل طايفنا فرا فاتلانيش انا ما تقولش شو انا هي دغيا كنعيا نقول ما نثقش فيه وهادي نيشان بالنيه خوتي دابا حنا عرفتي كنحطو الكاميرا في واحد واخا تشوفوها نفس البلاصه وكاين الوالد راه ما كتشوفش فين كنحطو الكاميرا راه ديما تشوفو في التليد فيديو كنهزو الكاميرا نديو عندها غير باش ما تعقاش على البلاصه اللي كنحطو الكاميرا وما تشوفهاش لوني بحال امي غير فوق اش داس الخرعه وهما خوت المشكل عايشين في دار وحده خوت وما كيتفارقوش كازا كانوا خوت هنا جاوا خوت في ثاني هذوك انا في
الكوزينه خليتهم جالسين صحا سلام وليت شتهم كيتناقشوا حتى انا يمكن غير شي حاجه وليت شتهم تشادوا كيتضربوا وغادي جايب الموس انا هذا غادي جايب الشبره الموس من هنا من الكوزينه لا اخر بالشلي كيضرب اش غتعرف لا حول ولا قوه الا بالله والله يسامح لهم.